في هذا الفيديو سنقوم بشرح موقع جديد جدا وتوجد فيه أرباح خيالية كما ترى هنا، 95 دولار، 15 دولار، 5 دولار، توجد عدة أشياء في هذا الموقع، 300 دولار. تستطيع أن تقوم بشراء مواقع إلكترونية وتقوم بإعادة بيع على هذا الموقع بأسعار خيالية جدا. سأقوم بإعطائك مثال وطريقة التسجيل في هذا الموقع بسيطة جدا، سأشارك معكم بعد قليل، لكن أولا سنقوم بالتطرق إلى كيفية العمل في هذا الموقع. فكرة الموقع هو أنك تقوم بتسجيل الدخول في الموقع بطبيعة الحال، وبعد ذلك تقوم ب هناك ويب سايت ثم أبليكاسيون أو ليز أبليكاسيون ثم هناك دومينز ثم كوليكشن. الآن نحن سنركز على الويب سايت ثم الأبليكيشن. هنا تقوم تباع على هذا الموقع مواقع إلكترونية، تباع على هذا الموقع مواقع إلكترونية، ثم تباع أيضا الأبس الأبليكاسيون كما ترى هنا. تستطيع أن تقوم بشراء استراتيجية الذي سنعمل عليه في هذا الموقع. كما ترى هنا هذا الموقع تباع بألوف الدولارات أخي الكريم. كما ترى هنا يوجد عدة أشياء في هذا الموقع. مثلا إذا قمنا بالذهاب إلى ويب سايت ثم قمنا بالبحث على ويب سايت، تظهر لك أشياء غريبة جدا، 129 دولار، 15 دولار، 60 دولار، 20 دولار. هناك موقع تباع ب1000 دولار، 2000 دولار، 3000 دولار، 4000 دولار، 5000 دولار، 6000 دولار. كما ترى هنا يا الكريم، هنا 1000 دولار، 6000 دولار، 761 دولار. تباع مواقع وتباع أيضا التطبيقات على هذا الموقع. فكرة الموقع أنك تقوم بالذهاب، أو فكرة نحن في العمل على هذا الموقع، سنقوم بالذهاب إلى فايفر ثم نقوم بالبحث على الويب سايت، نقوم بكتابة ويب سايت في هذا الموقع، ثم تقوم بشراء المواقع الإلكترونية من هذا الموقع أيضا، وهو موقع فايفر غني عن التعريف. تقوم بشراء مواقع إلكترونية بسيطة بثمن قليل جدا، 75 دولار. تقوم بشراء موقع جيد إلى حد ما، 100 دولار، 130 دولار، 70 دولار، 50، 30، 20 دولار. توجد مواقع ب20 دولار، 35 كما ترون. تقوم بشراء موقع ب50 دولار مثلا، أو 30 أو 40، حتى 100 دولار، لا مشكلة. تأتي إلى هذا الموقع وتقوم بعمل سيل نو، ثم تقوم بعمل ليست للمنتج الخاص بك. طريقة العمل ليست للمنتج الخاص بك، أنك تقوم بوضع الرابط الخاص بك هنا. سنقوم بأخذ مثال، مثلا سنقوم بأخذ مثال برابط القناة الخاص بنا كما ترون. تقوم بأخذ هذا الرابط. بالمناسبة هذه هي قناتنا فري لايف، تتحدث عن طرق الربح من الإنترنت، تعطيك أساليب وأدوات لتعلم كيف تربح من الإنترنت. لا تنسى وضع لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك دائما الجديد. الآن سنقوم بالرجوع إلى الموضوع الخاص بنا. إخواني أخواتي، قمنا بوضع الرابط في هذا المكان كما ضربنا، ثم تقوم بالضغط على كونتينيو. قم بليست للمنتج الخاص بك كما ظهر، يعطيك ويب سايت اونلاين بيزنس او دومين. نقوم باختيار مثلا ويب سايت. هنا يعطيك ار يو ايرنين اند ريفني، قل بوضع يس مثلا. ثم هنا يعطيك يقول لك هنا هاو لونج، يقول لك هنا مثلا يسألك على مدة العمل على هذا الموقع كما ترون. تقوم باختيار هل هو أقل من سنة أو أكثر من سنة، تقوم باختيار حسب الموقع الخاص بك كما ترى هنا. وبعد ذلك تقوم باختيار هنا هل نقوم بالذهاب إلى الموقع الخاص بنا أو شيء آخر. تقوم إذا قمت باختيار شيء آخر يطلب منك أن تقوم بوضع هنا استفسار لذلك الشيء. وإن لم يكن تريد أن تقوم بالدخول إلى موقع الخاص بك مباشرة، لتعمل هذا الخيار الثاني، ثم تقوم بالضغط على الخيار الأول وتذهب إلى الموقع الخاص بك. خلال نظرة بعد ذلك يتم مراجعة المنتج الخاص بك.
وبعد ذلك يقوم الموقع بالموافقة على المنتج، ثم يظهر في هذه في هذا المكان كما ترون. في هذا الموقع أيضا تجد يوجد شيء جميل جدا ما يسمى بالمزايدة، تقوم برفع موقع مثلا، وتقوم بعمل له مثلا من 20 دولار، وتتم مثلا قمت بشراء موقع ب20 دولار، تأتي إلى هذا الموقع ثم تعمل له ليستينج في هذا الموقع، وتقوم بوضع المزايدة ابتداء من 20 دولار. أنت لن تخسر شيء إذا لم تربح في هذا الموقع، لن تخسر، لكن ضروري ضروري استثمار مبلغ معين لشراء موقع أو تطبيق كما تطرقنا في بداية الفيديو. تقوم بوضع ليستينج للمنتج الخاص بك كما قلنا، ثم وضع له 20 دولار، وثم الأشخاص يقومون الأشخاص بالمزايدة على الموقع الخاص بك من 20 دولار. يأتي شخص يعطيك 22، شخص يعطيك 23، يأتي شخص يعطيك 30، يأتي شخص يعطيك 40، حتى تقتنع وتبيع المنتج. طبعا حتى تقوم بوضع شروط المزايدة معروفة جدا، أنك تقوم بتحديد الوقت مثلا أسبوع، أسبوعين، شهر، وما إلى ذلك كما ترى هنا مواقع. وأيضا توجد وإن أردت أن تقوم بشراء أيضا تقوم بش إن أردت أن تقوم بشراء أيضا موقع من هذا الموقع، لكن سيكون غالي جدا، وتقوم بشراء تطبيق. وهنا تباع تطبيقات جميلة جدا ورخيصة نوعا ما. نقوم باختيار أبليكاسيون، ثم نقوم بالضغط على السيرش لكي نقوم بتطرق عفوا إلى هذه المسائل. كما ترى هنا التطبيقات تباع على هذا الموقع. كما ترى هنا هذا التطبيق للقرآن الكريم يباع ب95 دولار، وهنا 15 دولار. هل هو 15 دولار؟ لا، 1500 دولار. لا يا أخي الكريم، هذا 1500 دولار، هنا 500 دولار كما ترى هنا. وهذا أيضا يباع ب 5000 دولار، 500 دولار، 1100 دولار، هنا 1250 دولار، وهنا 500 دولار، هنا 1200 دولار كما ترى هنا. مثلا هذا التطبيق، توجد عدة أطباق. سنقوم مثلا الدخول إلى هذا التطبيق الذي يباع ب95 ألف دولار. هذا هو التطبيق الذي يباع ب95 دولار، هو تطبيق للقرآن الكريم كما ترى هنا. يقول لك أن الأدس مفعل، الإعلانات تم تفعيل الإعلان على هذا الموقع، وأيضا هذا صاحب الموقع، تقييمات الموقع، نيت بروفيت في النت بروفيت في فيها التي نمبر اوف انستال، 1 مليون انستال على هذا الموقع. هنا يعطيك نت بروفيت وما الى ذلك، جميع البيانات التي تحتاجها على هذا الموقع يعطيها لك هناك. كما ترى هنا يعطيك فيريفيد جوجل اد موب ريفوني، كما ترى هنا يعطيك احصائيات، هنا 1000 دولار، 2000 دولار، 3000 دولار، هنا 4000 دولار، كما ترى هنا 27، وما إلى ذلك. هذا جوجل أظن يعطيك كل شيء بالتدقيق كما ترى هنا. سنقوم بمراجعة جميع الإحصائيات الخاصة بالموقع وما إلى ذلك. قم بشراء موقع بسيط، وقم بعمل له تعديلات وما إلى ذلك. إن أردت أن تقوم ب أنا أعطيتك الفكرة، الباقي عليك أن تقوم بالابتكار، وقم كن مبدع بعض الشيء، وقم برفع المنتج الخاص بك إلى تشكرني أخي أختي الكريمة على هذا الشرح. لا تنسى لايك الفيديو والاشتراك في القناة، وأراكم في فيديو آخر إن شاء الله.